اهلا بيكم مشاهدينا في لقاء جديد مع بيت العيله، بنستضيف من خلاله اسره جديده، بنتعرف على افرادها، بنقدمهم لحضراتكم وبنشاركهم افكارهم طموحاتهم لبكره. المجال مفتوح والحوار ممتد، والاسر المصريه اللي بتساهم في بناء امجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا وهذه الحلقه الجديده. أسرة اليوم هي أسرة أهدت لبلادنا بطلين أولمبيين في لعبة جمباز الترامبولين. الأول هو البطل الأولمبي والابن الأكبر للأسرة مهاب أيمن، أو اللاعب ترامبولين أولمبي في مصر وصاحب العديد من الألقاب العربية والإفريقية. الثانية هي اللاعبة منار أيمن، لاعبة المنتخب المصري في ذات اللعبة وأفضل لاعبة ترامبولين في مصر لهذا العام 2017. حول جمباز الترامبولين بكل أسراره تدور حلقتنا اليوم مع أسرة البطلين ومدربهما، مدرب المنتخب المصري للعبة جمباز الترامبولين الكابتن إسلام أبو العلا. أسرة رأينا أن نقترب منها أكثر لنتعرف معا على أهم ما يشغلهم من أفكار وما يجول بمخيلتهم من أمنيات. برحب بكم مشاهدينا في لقاء جديد مع بيت العيلة، بنستضيف من خلاله أسرة جديدة، مجال أيضا بنتعرف عليه هم متميزين فيه. وفي الحقيقة النهاردة احنا بنتكلم في أكتر من مجال، هنبدأ بالتميز في مجال الرياضي. والأفراد الأسرة اللي معانا النهاردة هم كلهم في الحقيقة أبطال رياضيين، ودي حاجة ما جاتش بالصدفة، لكن هنبدأ بالأب. الأب بطل رياضي معانا، العقيد أيمن إبراهيم، لاعب كرة سلة وسباحة في نادي المحاربين. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. معانا بقى أفراد الأسرة، أبدأ بمنار. أنا عادة يا منار ببدأ بالكبير، بس احنا نبدأ بالصغير بقى النهاردة. كابتن منار، أنت لاعبة رياضية، مش أي لاعبة، أنت في المنتخب جمباز ترامبولين، مش كده؟ جمباز ترامبولين. أهلا بيك يا منار. معانا كابتن مهاب أيمن إبراهيم، برضو بطل طبعا رياضي، بطل أولمبي كمان. تفاصيل هنعرفها بعد كده ما نبدأ الحلقة، بس بنرحب الأول بمهاب. أهلا بحضرتك. معانا يعتبر فرد من أفراد الأسرة بطريقة مختلفة ويعني جديدة، احنا معانا كابتن بقى اللي بيمرنهم، بيمرن منار وبيمرن مهاب. معانا كابتن إسلام، نقول أصغر مدرب وحكم دولي، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. الجديد زي ما قلت ان الاسره غير انها مكونه من اب واولاده، معانا كابتن اسلام، يعني فعلا احنا حاسين ان انت فرد من افراد الاسره. لا اكيد طبعا طبعا، يعني انت غير ان انت تعرفهم بقالك سنين، 8 سنين تقريبا بتدرب مهاب ومنار. بالظبط، مش كده؟ لكن العلاقه مش علاقه مدرب مع لاعبين او كابتن مع اللعيبه اللي بيدربهم خالص. لا ده ممكن متداخلين قوي، انت واحد فعلا من الاسره يعني. اكيد احنا سافرنا كتير ويعني عشنا مع بعض بره مصر كتير جدا. السفر قرب، بطولات طبعا، السنين الطويله دي، وسني قريب منهم شويه مش بعيد، فاحنا صحاب يعني. ما انا قلت على فكره في البدايه انت اصغر، فعلا ده حقيقي، انت اصغر مدرب واصغر حكم دولي. كنت اول حكم دولي في مصر في اللعبة دي، في جمباز الترامبولين. خلينا نقول عشان الناس ما تسمع جمباز ترامبولين، يعني هي تعتبر لعبة جديدة مش كده؟ بقالها كم سنة؟ لعبة جديدة طبعا مقارنة بالجمباز الفني، وفي مصر ابتدت بقالها 8 سنين من ساعة ما بدأنا فيها يعني، بس عملنا في الوقت القليل ده إنجازات كبيرة فيها قوي الحمد لله. الناس متعودة على جمباز من نوعيات تانية، لكن جمباز ترامبولين ده يعني مش معلوماتنا عنه مش كتيرة يعني. يعني ممكن نبقى نوضح بقى تفاصيل اكتر. طب خلينا نبدا بقى بالعقيد، مع العقيد ايمن ابراهيم. انا عارفه حضرتك رياضي، مش في لعبه واحده، في سباحه وفي كره سله. تمام. وكان في اصابه كمان، مش عارفه نتيجه بقى الرياضه ولا كانت نتيجه ايه الاصابه لا انا اصابتي نتيجه اصابه في مشروع، وقعدت على الكرسي المتحرك
ابتديت بعد كده امارس الرياضه من خلال الكرسي المتحرك. طبعا مارست الرياضه قبل ما اتزوج واجيب مهاب ومنار، والرياضه هي حطتني من طريق لطريق. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ان ما خلتنيش حبيس الكرسي دوت، خلتني عندي ثقه في نفسي، خلتني اقدر، الاراده خلتني، التحدي خلتني اشوف الدنيا بوضع انا يعني قبل بعد الاصابه ما كنتش متخيل ان انا هبقى كده. حضرتك كنت رياضي كمان قبل الإصابة؟ كنت رياضي في الكليه الحربيه، كنت بنمارس رياضه أيوة. انت عارف طيب ده، يعني أكيد وبطبيعتي كضابط جيش لازم اكون رياضي، يعني بمارس الرياضه كجنرال، أيوة لكن كتخصص بعد الاصابه ابتديت اتخصص في حاجات معينه اللي هي تقدر تمارسها اللي اقدر امارسها من خلال الكرسي المتحرك. طب أنا عايز أسألك سؤال، لأن دايماً بناخدكم مثل لينا، احنا بنستضيف نماذج مختلفة وتخصصاتها مختلفة، خبراتها مع الحياة بنستفيد منها. فحضرتك لما يعني أصبت في البداية أكيد مريت برضو بمشاعر مختلفة في الأول، ممكن كان في تخبط في الأول، تمام. لكن قدرت إن أنت تتخطاه، وزي ما بتقول كده الإصابة أضافت لك وخليت الرياضة تضيف لك وما أصبحتش حبيس الكرسي. تمام. فإزاي يعني إزاي عديت المرحلة الأولى الصعبة؟ والله المرحلة الأولى الصعبة أنا عديتها من خلال إني يعني ده قدر وده نصيبي، واللي حصل دوت مهما يعني لازم أعديه أو لازم أتخطاه. فابتديت أعيش حياتي عادية جدا في البداية، وابتديت أشوف المجالات اللي هي تخرجني من اللي أنا أصبت وأنا في سن صغير جدا. كان سنك كام؟ يعني أنا أصبت وأنا عندي 21 سنة، 22 سنة سن صغير أوي. أول إصابتي، أول مشروع مارسته بعد التخرج. فكانت طبعا دي بالنسبة لي يعني أيوة أي شاب بي بي صدمة، صدمة، يعني أكيد يعني مريت بمشاعر أي حد الصدمة والإحباط بيتخرج في من الأول. كلية حربية بيبقى ضابط، بيبقى بيحلم بحاجات، يبقى تدرج في المناصب وبيبقى عايز يبقى حاجة كبيرة. فالإصابة كانت بالنسبة لي صدمة، وفي نفس الوقت حاجة لازم أخرج منها، يعني حاجة يعني صدمة وفي نفس الوقت لازم ما أفكر. تستسلمش. أيوة، حضرتك عدم بتقولي حاجة، الاستسلام. بتقولي الرياضة هي اللي خلتك تروح فهو مكان لازم تاني أفكر في باب فتتخطى يعني. أدخله، هو الباب ده اللي هيخرجني من فأول حاجة فكرت فيها هي الرياضة. فتعلمت الرياضة وابتديت أتعلم السباحة وباسكت بول، وأدخل بطولات الجمهورية تبع اتحاد اللجنة البرلمبية، اتحاد المعاقين. ومن هنا بقى كان حظي مهاب ومنار، لما ايوه ربنا رزقني بيهم أنا حسيت إني لازم اللي أنا شفته أزرعه فيهم. فده أول مكان، أول حاجة أوفر لهم المكان اللي ابتدوا يتدربوا فيه، وكان المكان اللي اتدربوا فيه والرياضة، لأن إيماني بالرياضة إن الرياضة مش مفهوم الناس إن الرياضة بتضيع الوقت، بالعكس الرياضة بتضيف كتير أوي للإنسان في شخصيته، في كيانه، في إزاي يتعامل مع الناس، في المستقبل. لمست فكانت هي ده ديت حضرتك، يعني كنا بنتكلم يمكن قبل التسجيل، لمسته في اللي انا استضفتهم عبر السنين دي كلها، اللي بيمارس رياضة شخصيته مختلفة واكثر نضجا ومكتملة وبيبقى عنده ثقة في نفسه اكتر. لا فعلا ممارسة الرياضة يعني مش قادرة اقول مهمة قد ايه يعني، او اي موهبة يعني، موهبة فنية الاهتمام بيها بتطلع شخصية مختلفة. بس عايز اسألك سؤال، حضرتك يعني مارست السباحة والباسكت وهم راحوا في حتة تانية خالص، جمباز ترامبولين. هو انا اول بدايتي مع مهاب كانت بدايه السباحه، وبدايه مع والباسكت، وفي العاب يعني ممكن حضرتك تخرجي منها ما تبقي في نفس المجال. يعني السباحه، هو بعد السباحه مارس السباحه سنتين مهاب، وبعد كده لعب دايفنج. فالدايفنج كل ما بيعلى كل ما عايزه يعني مستوى اعلى، فالدايفنج اللي هو الغطس اللي هو ايوه فهو فكر بعد هو عمل كل اللي عمله في الغطس. فطبعا ان هو يبطل رياضه في سن صغير بعد ما عمل ده كله، فلازم
لازم يدور على لعبة تكمل اللي هو عمله. طب انا عايز اسمعك بقى بعد اذن حضرتك، يعني انا عايزة برضو اسمعهم. بابا لعب العاب مختلفة، هو بيقول نفس المجال وكل حاجة بتوصل لنوع اخر من الرياضة، لكن في النهاية العلاقة ايه؟ يعني فيها فرض، فيها اقناع، ولا انت لقيت بابا محب للرياضة طلعت يعني ازاي طلعتوا ابطال وبتحبوا الرياضه كده؟ هو من واحنا صغيرين يعني بابا وماما بيخلونا نلعب. احنا لا جربنا، انا عن نفسي يعني انا ومنار جربنا كل الالعاب، جربنا العاب كتير قوي. انا لعبت غطس وباسكت وهاند بول وتايكوندو وكونغ فو، لعبت العاب كتير قوي. فهو خلانا نجرب كل الالعاب لحد ما وصلنا للترامبولين، ويعني ده الحاجه اللي انا قلت خلاص انا هكمل فيها. من بعد مثلا 10 سنين بمارس حاجات كتير، فقلت انا خلاص هقدر اكمل في ده بس. فالحمد لله يعني ربنا وفقني في ده، والحاجه اللي انا بحبها اديت فيها يعني الحمد لله. بالنسبه لك بقى يا منار؟ انا برضو جربت العاب كتير قوي، وبعديها لعبت جمباز فني، ووصلت في الجمباز الفني اللي انا عايزاه. طبعا وانا صغيره يعني ما كانش في اجبار يعني على حاجه، بس كان اللي هو انا ما كنتش عايزه اروح وبتعب وكده، فكانوا يعني هما بيشجعوني ويودوني التمرين. بعديها كنت بتفكري تكسلي يعني تهربي؟ هنا بقى دور بابا بقى طبعا هو هنا أو ماما يعني. ما كانش غصب عني، بس هم كانوا عايزين حاجه ان انا اوصل فيها، يعني ده اللي شايفين ان انا ممكن اوصل لحاجه هنا ودي حاجه هتفيدني. فطبعا كانوا بيساعدوني كتير قوي، وانا كنت شايفه ان هو لا غصب عني ومش عايزه اروح وكده. وبعديها بقى لقيت بس مش ممكن تكوني لاعبه وفي المنتخب وكملتي غصب عنك يعني؟ لا ما هو لازم في فتره بقى انت تبنيتي الموضوع حبيتيه. اما لو كبرت بقى شويه خلاص فهمت ان دي بقت حياتي، ومبقتش اعرف يعني اعدي يومي من غير تمرين، وان انا اكون زي اي حد طبيعي يومه ما فيهوش تمرين او ان هو يروح نادي وكده. وبعديها لما دخلت ترامبولين بقى انا شفت ان انا في اللعبه دي هعرف ادي فيها كويس واوصل لكل حاجه. طيب خلينا نقول ان منار كمان بالاضافه لكده هي طالبه في كليه اعلام ومهاب في هندسه، يعني هندسه ميكانيكا. هندسه ميكانيكا يعني اللي انا عايزه اقوله هنا ان كمان الدراسه مش اخترته مثلا تخصصات سهله، لا يعني عايزه مذاكره، عايزه حضور. أيوه. مهم جدا فيها الحضور. فعلشان لما احيانا ولادنا بيتلككوا يقولوا يعني نتفوق دراسيا يا نتفوق رياضيا، لا وارد جدا، وشفنا حالات زيكم على فكره قبل كده كتير. التفوق بيبقى في اكتر من مجال، وفي الدراسه جنب الرياضه، وحتى لو في موهبه فنيه. وهنا دور حضرتك طبعا يعني الاصرار، يعني الالحاح عليهم بطريقه ما تنفرهمش. يعني منار جت لها فتره كانت بتتهرب شويه. هو منار اختارت لعبه قويه محتاجه يعني دفعه من من اللعيب نفسه، ومحتاجه دفعه من الاب والام او تحفيز. فكانت لعبه الكومباس هي بطبيعتها لعبه قويه، لكن انا اخترت لها لعبه الكومباس مش عشان هي قويه، لان في البدايه انا حسيت ان اي حد بيختار لعبه الاول، اي ولي امر يختار لعبه لابنه او بنته، الاول امكانيات الولد او امكانيات اللي ابنه هتمشي في اللعبة دي او لا، عشان ما يجيش في وقت من الاوقات ويتعطل في النص. فانا حسيت ان منار هي كانت لعبة قوية جدا، وعدد ساعات 6 ساعات في اليوم كومباس، وعايزة مجهود عضلي ومجهود عصبي، وعايزة وقت كتير. فانا بس انا كنت بتفحل كده، وهي لان حسيت انها كتكوين جسدي هي اللعبة دي بتاعتها. لعبة الكومباس محتاجة مرونة، محتاجة قوة، محتاجة إرادة، هي كان توافر عندها الحاجات دي. هنا العقيد أيمن قايم بدوره في التوجيه، في إنه فهم قدرات بنته إيه علشان ما نحملهمش فوق طاقتهم. وهنا كابتن إسلام برضو لعب دور المدرب، يعني زي ما بنسمع في الخارج إن مدرب بيبقى علاقته قوية، بيبقى داخل قوي في حياة اللاعب، عارف إمكانياته، بيشجعه وقت اللزوم. يعني انا عايزاك انت تتكلم. طبعا موضوع ان المدرب يكون ليه دور في حياه اللاعب ده المفروض ان دي حاجه اساسيه جدا، يعني لان المدرب لو هيبقى بس بيمرن اللاعب او يديله اوامر في التمرين وبعد كده ما يعرفش عنه حاجه، ممكن ما يعرفش يساعده في حاجات كتير. بمعنى ان موضوع زي موضوع الدراسه، كنت عايز اوضح بس ان ما شاء الله مهاب في ثانويه عامه جايب 95.6،
او 95.5 96.5 96.5 تمام. ومنار ما شاء الله منار جايبه 96.3 تقريبا. انتوا الاثنين 96%. ما شاء الله يعني. وكنتوا بتتدربوا كم ساعه وقتها يعني؟ كان بنتمرن حوالي 3 ساعات. 3 ساعات في اليوم يعني؟ لا يعني قول في وقت كبير مقتطع من الدراسه، لان الثلاث ساعات مش 3 ساعات، في قبلهم استعداد وبعدهم وفي والطريق 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 عندنا مشكله، فلا يعني في وقت كبير مقتطع. ورغم كده 96 ما شاء الله يعني رب يعني لا تقدير. يعني دخلت هندسه ومنار دخلت اعلام عشان هي حابه تدخل اعلام. فده كده بقى نقول ايه الكواليتي تايم، او انا لو هقعد ساعتين على كتاب اقعدهم ازاي واستوعب فيهم ازاي، ولا ايه يا مهاب؟ هو الموضوع بيبدا اصلا كتعود يعني. انا شايف الموضوع تعود من واحنا صغيرين، متعودين ان احنا هنذاكر عشان عندنا تمرين، فمن ما كبرت هذاكر عشان عندي تمرين برضه، فهو الموضوع تعود. انا عندي 3 ساعات تمرين النهارده بس ورايا مذاكره، خلاص هروح 3 ساعات وراح اذاكر على طول ما اضيعش وقت. الموضوع كله يعني عباره عن تعود. انا لو تعودت من وانا صغير هطلع اذاكر من وانا صغير. تعود على ايه بيساعد. ما خلي بالك انت هنا بتتعود على انك تستفيد بوقتك جدا يعني. بالزبط. انت كل دقيقه ليها قيمتها، فانت وممكن تكون على فكره ليك هوايات تانية وليك وقت بتقضيه مع اصحابك اكيد يعني، انت انسان أكيد. اجتماعي برضه. هو التمرين نفسه هو اللي بيظبط لي الجدول اليومي يعني. انا النهارده عندي في اليوم تمرين الساعه كذا، خلاص هعمل كذا عشان واروح اقعد مع اصحابي، بقى اروح اذاكر واروح اقعد مع اصحابي. فالتمرين نفسه يعني هو اللي بيظبط لي جدولي، بيظبط المواعيد، بيخليني مركز في المذاكره يعني. انا مش طول اليوم بذاكر، انا في وقت بضيعه في التمرين، فما اجي اذاكر هذاكر بفهم وكل او مركز جدا في الدراسه. ايوه. وبالنسبه لمنار، عايزه تبقي مذيعه بقى يا منار، ولا عايزه تبقي صحفيه، ولا عايزه ايه بقى تبقي ان شاء الله؟ اعلام يعني؟ انت في مخططه لنفسك حاجه في المستقبل؟ لا ان شاء الله. هو من وانا صغيره كان نفسي في اعلام، وكان نفسي مذيعه ان شاء الله يعني. اي ان شاء الله تبقي كده مكاني في الكرسي، او ممكن نقدم برنامج مع بعض. كابتن اسلام، ليه مهاب وليه منار؟ ليه اخترت مهاب ومنار وايه اللي بيميزهم؟ يعني انا سمعت منك ان مهاب فعلا متميز في لعبه جمباز ترامبولين، فعارفه ان هو كمان شارك في الاولمبياد. هو مهاب هو اول لاعب في مصر اشترك في اولمبياد، كانت في اولمبياد الشباب 2014 كانت في الصين. طبعا هو اللي خلاني اختارهم من البدايه ان هم كانوا حابين جدا وداخلين اللعبه، يعني باين ان هم عايزين يبقوا حاجه فيها من اول يوم. اكيد ما كانوش في الاول كويسين ولا حاجه، لكن انا لقيت ده في شخصيتهم وفي التزامهم في التمرين في البدايه، فانا حسيت انه ممكن يبقوا يجي منهم ويبقوا ابطال بعد كده. بتبقى عايزه ايه مقاييس وشروط النجاح في لعبه الجمباز عموما، او بالتحديد كمان تخصص الترامبولين، جهاز الترامبولين؟ هي يعني الترامبولين طبعا محتاجه لاعب شخصيته قويه جدا، إيه عنده اراده. ايه بقى عن تجربه اول لاعب اولمبي في لعبه جديده، وايه كان رد الفعل يعني؟ حسيتك بيه، اضافت لك ايه التجربه؟ هي اضافت لي كتير يعني. بالنسبه لحياتي وشخصيتي وكده، انا كنت لسه في 2014 كنت اصغر من اللعيبه اللي لسه داخلين المنتخب، ما بقالناش سنه مثلا يعني، كان بقالي سنه مثلا في المنتخب، فانا لسه اصغر لاعب في المنتخب، مش اصغر لاعب يعني، اقل واحد خبره فيهم. فانا ده خد مني وقت كتير قوي عشان اتمرن جامد وكده، عشان اقدر احقق حاجه هدف ليا ان انا اقدر احققه واتاهل الاولمبياد في 2014. ايوه. الاولمبياد تجربه يعني حاجه رائعه يعني. بنتجمع كل دول العالم بيتجمعوا في قريه اولمبيه واحده، بننام في يعني في حتت واحده، في مباني واحد، كل واحد في مبنى بس يعني يعتبر كل يوم بنشوف نفس الناس، دول تانية، احتكاك مع ثقافات تانية، بنتكلم بلغه تانية. طبعا بيفيدوني في اللعبه كتير يعني. احنا كنا اللعبه لسه بقالهاش 4 سنين في مصر او 5 سنين، فده فادنا كترامبولين في مصر كتير جدا. ايه اكتر بلد مشهوره بجمباز الترامبولين زمان شاطره فيها؟ لا يعني زمان حاليا يعني متصدره دلوقتي يعني. حاليا انا شايف يعني من نفسي الصين هي اللي كانت متصدره جامد. هي الصين دايما في كل حاجه، بس لا بس في ريو 2016 في اولمبياد 2016 تصدرت بيلاروسيا صح؟ كان في لاعب بيلاروسي اول مره ياخد ميداليه اولمبيه، دي كانت جديده. يعني ابتدى الموضوع ابتدى الموضوع يتاخد من الصين شويه. طب يعني لما بلاقي بلد متفوقه، وانت بتقول لي احتكيتوا ببعض، كنتوا بتشوفوا بعض، كنتوا في مكان واحد، تبادلتوا خبرات،
طيب ايه اللي بيخلي يعني بيتمرنوا اكتر؟ استعداد جسماني مختلف، ايه اللي بيخلي؟ وعايزه راي كابتن اسلام برضه يعني، بس ابدا بكابتن مهاب. هي طريقه تمرين وامكانيات عندهم لسه ما وصلت لهمش شويه، امكانيات وطريقه تمرين عندهم. حياتهم حياتهم يعني فينا الحياه كلها مكرسه بالظبط، مكرسه للتمرين وللعب. حتى لو بيدرس حاجه تانية برضه حياته بتتهيأ للتمرين. سمعت حاجه مش عارفه دي صح ولا لا، ان عاده البطل الدولي البطل الاولمبي بيبقى الاهتمام بالدراسه مش زي مصر يعني، يعني نادرا ما تلاقي حد في كليه هندسه مثلا وبيلعب وبيوصل لمراكز متقدمه في الرياضه. فانا طبعا ما لعبتش وما سافرتش، المعلومه دي صح؟ هو صح شويه بس ما فيهاش مشكله ان في حد منهم يدرس عادي ويتمرن، بس الحياه بقى بتساعده. اللي احنا قدرنا نعمله في مصر يعني، اللي كابتن اسلام قدر يعمله في مصر، ان هو خلى طريقه التمرين يعني قدرنا شويه نخلي طريقه التمرين زيهم بأقل عدد سنين خبرات، فده الحمد لله ده اللي وفقنا وده اللي بنحاول نعمله اكتر عشان نوصل لحاجات اكتر ان شاء الله في طوكيو 2020 ان شاء الله. انتوا بتستعدوا لبطوله كابتن اسلام مش كده بعد ايام؟ عندنا بطوله عالم خلاص في خلال ايام يعني اقل من اسبوعين. فين؟ دي هتبقى بطوله العالم اللي جايه في بلغاريا، مدينه صوفيا العاصمه يعني. بتستعدوا لها بقى بتمرين مكثف يعني ازاي الاستعداد؟ شغالين دلوقتي بنتمرن طبعا تمرين مكثف، وبنتمرن في كذا مكان في ثلاث اماكن يعتبر، عشان برضو نجرب كذا نوع من انواع الترامبولين يعني، في كذا جهاز. موضوع طبعا الدراسه اللي كنا بنتكلم فيه دوت والقصه يعني بتاعت ازاي ابقى ملتزم في الدراسه او في الرياضه وابقى بطل هنا ومتفوق هنا، ما ينفعش احنا نقارن ببره يعني. احنا هنا كل حاجه بتبقى تقريبا اجتهاد شخصي يعني. اللي احنا قدرنا نعمله هنا ان كنت بنظم شويه الوقت، بخلي مهاب بدل ما يتمرن الثلاث ساعات مثلا اقول له لا، بدل ما تغيب من التمرين خالص تيجي تتمرن ساعه ساعه ونص مكثفين، ابقى بالظبط مجهز له التمرينه بتاعته، هتعمل واحد اتنين تلاته النهارده، نفس الكلام كنت بعمله مع منار. بس بدل ما يغيبوا خالص او ان هم يضيعوا اليوم يعني. ده كان بتحاول يعني على قد ما انت هنا بتقوم باكتر من دور، كنا بننسق طبعا كل حاجه يعني، كبير ويعني كانوا هما يعني علاقه دايماً متميزه بصراحه يعني. طبعا هما دايما بيكلموني يعني، مثلا لو وراها مثلا درس منار وجايه في الطريق لازم تكلمني دلوقتي، انا خلصت انا قدامي كذا وابقى في النادي، فانا بعمل حساب دوت في التمرين. طب انت بتعمل ده ليه يعني؟ بتشتغل بقلب، هو ده في الاخر شغل، عشان حاجه بنحبها بنحبها. انت بتشتغل يعني، انت ممكن في الخارج تلاقيهم محترفين بس كل حاجه بيقدموها مقابلها مادي يعني، او في ليها مقابل، لكن انت مش حاسه بده، انت بتشتغل بقلب، انت بتشتغل ايه اللي حاطه في دماغك وانت كذا حاجه؟ اول حاجه عشان انا بحب جدا الترامبولين، انا يعني بشتغل شغلانه بحبها، وطبعا دي حاجه يعني بحمد ربنا عليها جدا، لان مش كل الناس شغاله في حاجه بيحبوها. ده جزء. الجزء الثاني طبعا هما بالنسبه لي مش مجرد بقى لاعبين يعني، احنا دلوقتي احنا اخوات واصحاب. ايوه، فانا بعمل ده بحب جدا يعني. طب منار، ما اتكلمنا عن اعلام، ما اتكلمناش كتير عنك كرياضيه، شاركتي برضو في بطولات في الخارج دوليه؟ كانت اول بطوله ليا بره 2015 كانت بطوله العالم، وكانت اول بطوله طبعا دوليه ليا، فكان في رهبه كبيره بس حققت رانك كويس. والتاني بطوله كانت كاس العالم في البرتغال 2016، دي دخلت فاينلز من احسن 8، كانت اول مره تحصل يعني. مشرفين اسم مصر على فكره يعني، احب اقول لكم مبروك، دي جايه متاخره بس انتوا فعلا مشرفين اسم مصر، ولسه الجاي ان شاء الله. هتستمري بقى ولا الرياضي؟ مش عارفه حضرتك بقى رايك ايه كاب، برضو راي الاباء هنا مهم قوي. الاب لما ابنه يبقى في كليه زي هندسه وقدامه بقى انه يختار، ممكن يوصل لمرحله انه يختار يكمل في الرياضه ولا يقف، كعاده ولادنا في مصر ان هم بيقفوا عند مرحله معينه في الرياضه مش بيكملوا قوي الا لو ده احترافهم يعني ودي شغلتهم او وظيفتهم. فمش عارفه هنا هيكون رايك ايه، وهسمع برضو رايهم، بس خلونا برضو نطلع لتقرير عن لعبه الجمباز وبالتحديد جمباز ترامبولين، ونرجع نكمل كلام.
جمباز الترامبولين أو جمباز القفز هو رياضة يؤدي المتسابق فيها حركات أكروباتية أثناء القفز المتتابع لمسافات مرتفعة في الهواء على جهاز القفز الارتدادي. ويقوم حكام اللعبة الخمسة بتقييم حركات اللاعب ومن ثم منحه درجات على مدى إجادته للحركات على حسب صعوبتها. لقد عرفت لعبة الترامبولين لأول مرة في العام 1934 ثم انتشرت أثناء الحرب العالمية الثانية بعد أن استخدمتها الجيوش لرفع لياقة جنودية البدنية لتقرر اللجنة الأولمبية إدخالها ضمن منافسات الجمباز في الدورات الأولمبية للعام 1999 وتظهر اللعبة بشكل رسمي لأول مرة في أولمبياد سيدني للعام 2000. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية، بنكمل حوارنا مع العقيد ايمن. ابدا مع حضرتك بالاختيار، لو وصل ان في اختيار بتسيب له بقى هو ان هو يقرر يبقى بطل رياضي يكمل، ولا في مصر لا يعني ما فيش مستقبل قوي للعب جمباز ترامبولين؟ هو الرياضه عندنا هيبدي يعني حاجه يعني عن حاجه. حضرتك اثرتي نقطه، الرياضي حاجة كبيرة بره، زي كلمة مهندس في بلاد بره أو في الخارج، كلمة رياضي يعني زي مهندس عندنا زي دكتور هو نفس الكلام. لكن هنا عندنا احنا بنمارس الرياضة لغاية سن معين وبعد كده بتخصصنا، أو ده اللي أنا شايفه يعني. هو طالب في كلية الهندسة هو هيلعب لغاية ما يخلص الكلية، وهيلعب بعد الكلية، وهيلعب لغايه سن معين، بس انا طبعا حابب له ان هو يبقى مهندس يعني في النهايه، عشان هنا في يعني في بلدنا طبيعه الحال والتقاليد وحاجات كتير جدا بتدفعنا ان احنا نقول لا اكيد هو هيتخصص مجال دراسته كمهندس مش هيكمل. لكن هي الرياضه معاه لغايه، والهندسه معاه الاثنين معاه، وهو من صغره بيبتدي ينظم وقته بين التعليم وبين الدراسه، فاكيد برضو لما يكبر هو دي نشأة معاه وكبرت معاه، فعمره ما هيسيبها. والله بيحصل يا فندم ان هم بيسيبوها، مش عارفه كابتن برضو اسلام يبقى معايا. يعني احنا بنقول احيانا ليه مش بنلاقي ابطال رياضيين؟ اولا بنلاقي عندنا الشباب بيدي قوي للعب وبيمر بساعات من التدريب فظيعه، المفروض بقى يبقى نلاقي نتاج. ومش هقول دي مسؤولية اللاعب أو أهل اللاعب، دي بتبقى المفروض مسؤولية دولة يعني ومنتخب، إن أنا صرفت على اللاعب ده وأخد ساعات تدريب قد كده، والمفروض المنتج بقى يعني أهتم بيه أكتر من كده. لكن بنلاقي إن الاتجاه كله نتيجة أسباب كتير قوي حضرتك قلتها سيادة العقيد قالها وإحنا عارفينها، إنه بيسيب اللعب في سن معين. هي طبعا زي ما حضرتك ما قلتي، هي موضوع مسؤولية مش لاعب ولا مدرب ولا أهل حتى، هي الموضوع من النظام نفسه أو من السياسة بتاعت البلد في التعليم أو نظام التعليم في مصر عامة. إحنا هنا لازم نذاكر كل حاجة ونحفظ كل حاجة وناخد دروس والمشاوير طبعا الطريق مش بيساعد زي بره، الطرق فاضية عننا، ومش كل الأهالي عندها الوعي والإصرار إنها تفضل تدفع بولادها برضو. أو مش كل الأهالي بتلاقي كابتن إسلام برضو، ده حقيقي من غير مجاملة يعني. هو فعلا بالذات الموضوع بيبقى أصعب كمان للبنات أكتر يعني، إن هم يستمروا في الرياضة مع الدراسة والكلام ده موضوع صعب جدا. بره لو حد عنده بطولة أو بنجهزه للأولمبياد، كلمة إن هو بيتجهز للأولمبياد دي كبيرة جدا، الدنيا كلها مش الدراسة بس، الدنيا كلها بتقف معاه. والدولة كلها، ممكن رئيس الوزراء يعمل له تصريح في ثانية مكالمة ان هو يسافر. احنا هنا كل الدنيا متسهله. هنا طب بمناسبه ان كل الدنيا متسهله لاي لاعب في الخارج، انتوا ايه اللي ناقصكم؟ وده مش سؤال ليكم على فكره، انا دايما لما بستضيف اي ابطال رياضيين في مجالات مختلفه او حتى اي حد عنده موهبه دايما اقول له ايه اللي ناقصك؟ يمكن يعني نساعد بدورنا احنا كاعلاميين، احنا بنلقي الضوء على كتير. احنا ناقصكم ايه؟ ناقصنا حاجات كتيره جدا جدا، بس مش هنطمع، مش هنقول عايزين نبقى يعني ظروفنا في التعليم وفي التدريب زي اوروبا وكده، بس ابسط حاجه خالص طلباتنا يعني محتاجين طبعا اهتمام اكتر
زي ما ابتدى يبقى في اهتمام اعلامي باللعبه، محتاجين يبقى في مركز تدريب للمنتخب، طلبناها يعني كتير جدا بقى لنا سنتين. مركز تدريب لحد للمنتخب النهارده احنا مفيش بنجتهد، مركز مفيش، احنا للمنتخب. عاملين النتائج دي كلها من غير مركز تدريب. امال ازاي بتتمرن؟ بنتمرن في الانديه يعني، انا كمدرب بلف على الانديه. مهم قوي ان يبقى عندي انا مركز تدريب اللي انا يعني مجهز، مجهز بكل التفاصيل، انا بروح له على طول من غير اي عقبات ممكن تقابلني، انا حاسس بانتماء ليه ومتعود عليه، يعني مهم قوي نفسيه اللاعب. وعلى فكره ما فيش مقارنه يعني، احنا بننافس ناس وبنكسبهم كمان حتى دول افريقيه، مش هنقول اوروبا بس، بامكانيات اقل منهم. الجزائر اساسا كل المنتخب الجزائري بيتمرن على طول، يا اما في فرنسا يا اما بيجي لهم مثلا منتخبات تانية بتتمرن معاهم في مصر، عندهم سوري في الجزائر، عندهم مراكز تدريب، عندهم ترامبولينات واجهزه كتيره جدا، فاحنا يعتبر ما فيش مقارنه بيننا وبين الناس دي. أيوة. رغم كده عملنا انجازات وكسبناهم اخر بطوله افريقيه، احنا واخدين اول افريقي، احنا بنعافر يعني، احنا شغالين باجتهاد احنا شخصي شغالين جدا باجتهاد لو شخصي. لو في شويه امكانيات زياده بجد ممكن نعمل حاجه، ممكن نوصل للاولمبياد بره ونكسب. أيوة. طب انا هرجع لمنار تاني، مش احنا كنا بنتكلم في فتره من فترات الحلقه بتاعتنا ولقائنا عن الدراسه، وانها عمرها ما بتفرق في الـ في الـ او الرياضه عمرها ما بتفرق في التحصيل الدراسي والتفوق. انت كنت قلتي لي معلومه انا ما ذكرتهاش بس حب ان انت تقوليها تاني، انت بطوله من بطولاتك كنت الثانويه عامه. الثانويه عامه اللي جبتي فيها 96%. كنت بتشاركي في بطوله. السنه اللي فاتت كانت ثانويه عامه وكنت بتدرب قليل جدا. في بطولة المنطقة جبت أول فردي عام، وبطولة الجمهورية جبت أول فردي عام. وكان وقت التمرين بتاعي مش زي أي حد يعني، كنت مثلا باجي ساعة بعد الدرس وامشي عشان مذاكرة، كنت دايما كابتن اسلام يعني يقولي مذاكرتك امتى ودروسك امتى عشان اعمل التمرين على عليكي، عشان اشوف انت هتجيلي الساعة دي تبقي انت مثلا. انا باخد كل وقت الساعة دي، انا باخد وقت كتير قوي واطلع واتمرن كتير عن اي حد تاني، وبعديها امشي اسيب لهم الوقت كله. فده كان طبعا بالتنظيم مع كابتن اسلام يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، ثانويه عامه دي رعب، ويعني بيحصل فيها انهيارات وبيحصل مشاكل يعني، وبتلعبي لعبه تانية عايزه كمان اعصاب، فما شاء الله يعني مش عارفه اقول لك ايه، مش عارفه اقول لبابا ايه، واكيد ماما بجد انتوا اكيد يعني تستاهلوا ان يبقى عندكم ابطال كده واولاد حلوين كده. انا كنت عايز اضيف حاجه. اتفضل. عايز منار بتلعب رياضه من سن 6 سنين، مهاب بيلعب رياضه من سن 6 سنين، مهاب عنده دلوقتي 19 سنه يعني بقاله 13 سنه بيلعب رياضه، منار برضو بقالها 12 سنه بيلعب رياضه. وفي حد مش حاضر بس هو برضه العنصر الفعال واللي دفع الولاد ديت، مامتهم. ايوه مامتهم ايوه، احب ان انت تكلمني فعلا عن مامتهم، لها دور كبير جدا في حياه مهاب ومنار. لحضرتك الواجب كان بيتعمل في النادي، يا قبل التمرين يا بعد التمرين. يا سلام على الام المصريه والست المصريه. الاكل كان بيروح في ساعه الوجبات، ساعه في الراحه في الرس بتاع التمرين. فمامتهم يعني كان وهي واضح بتوصل وبتودي وبتجيب وكده كمان يعني، توصيل المدرسه وبنجيب من المدرسه وتوصيل النادي وبجيب من النادي، والواجب بتعمل في بين قبل التمرين يا بعد التمرين في النادي، فهي ليها دور فعال فيهم كمان. وهي كمان من ضمن الحاجات دي هي مامتهم مش هي ما بتمارسش رياضه. ايوه بس بتحب الرياضه يعني، بتحب تتفرج على مش ضروري على فكره لا الاب ولا الام يكونوا أيوة بيمارسوا رياضه عشان اولادهم يبقوا ابطال كده. كفايه الوعي، الوعي لان وعي التربيه دي فن وخطوات على فكره واصرار من الاب والام. ف يعني اكيد لو الاب مش على درجه وعي كفايه بتفرق عن الاب الواعي اللي فاهم هو بيربي ازاي. الحاجه الثانيه برضه ان هم محظوظين ان هي قبل ما ربنا يرزقني بمهاب ونار انا كنت بلعب رياضه، هي كانت بتيجي معايا البطولات وكانت بتشجعني وكانت بتتفرج عليا. خليني اقول على فكره لما بقول اب واعي وام واعيه يعني ما اقصدش درجه تعليم ولا مستوى حتى ثقافي معين او اجتماعي او كده، الوعي ده بيبقى من الام او الاب بيبقى فطري. تمام. يعني مش مرتبط بحاجه. انا عايز اربي ولادي كويس واطلعهم مختلفين عني واحقق فيهم الاحلام اللي انا ما حققتهاش. تمام. وعايز برضه عايز نسبه ذكاء من الام
اكيد يعني، ونسبه ذكاء من الاب. ايوه الحاجه الثانيه برضو اللي حضرتك قلتيها ان علاقه كابتن اسلام بمهاب ومنار وبين علاقه اسريه، مش فيها نوع من هو التمرين وقت التمرين كابتن اسلام، وقت التمرين جد وقت ان هو حضرتك لمسه الحته الاسريه فيه دي بترجع لولي الامر نفسه. لمست الجزء الاسري ده تمام. من اول ثانيه يعني قابلتكم فيها من قبل ما نبدا اللقاء، وحابه فعلا اتكلم فيه يعني، اتكلمت عنه وحابه تاني اتكلم النقطه فيه. ديت انا كنت عايز احنا عايزين من كابتن اسلام كتير يعني، هو كابتن اسلام على المستوى المهني شاطر جدا، واصغر حاكم دولي وحاكم في بطولات دوليه بعيد عن مهاب بقى ومنار، والاخلاص والحب اللي انت بتشتغل بيه، هي لو كل واحد الخامة في بتاع مجاله كابتن عمل اسلام كده موجودة الدنيا اللي حضرتك تختلف. قلتيها، الخامة موجودة. احنا بقى كولي امر احنا المفروض ننمي الخامة بتاعت المدرب الكويس دوت، ان احنا نعمل له ايه؟ ما نتدخلش في شغله. تمام؟ يعني ليه هو بيعمل عمل كده النهاردة مع ابني ليه؟ ليه اداله حاجة زيادة؟ ليه ادى لابني تاني حاجة زيادة وما اداش لابني حاجة زيادة؟ العقيد ايمن بيتدخل خالص، فهو انت عايز اقول هو دي ما انا بيتدخل عايز اقول مع لحضرتك، عمره ما ولا دخل، بيتفرجوا على التمرين ما انا عايز ولا اقول ولا لحضرتك هيتفرجوا هو على ده التمرين. السبب اللي لا قرب بالظبط كابتن اسلام بمهاب ومنار، ايوه فعلا ان انا ما بتدخلش في شغله، او ده ما نتيجة بتدخلش في برضو العلاقه وعي حضرتك يعني، وثقه. وعيك ان هو اضرب شغله ايوه وتخصصه. فهي ديت اللي بتنمي العلاقه، لكن تدخل ولي الامر بين المدرب واللعيب دي كان نتيجه خبره برضو ايوه من تربيه مهاب. تدخل على المدرب فكرة برضو عايزة حاجة تانية، عايزة الأب يكون متفتح، وأقول للأب بالتحديد بنتك بتسافر أولا، كابتن إسلام أنت واثق إن ده أخوها ومدربها ومهما قربوا، عايزة تفتح، عايزة دماغ يعني متفتحة، وأرجع أقول تاني مثقفة وواعية فاهمة يعني. تمام. مش عمرك ما اعترضت على سفر منار مثلا في الخارج لوحدها؟ اكيد بتسافر كتير، لا 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 ما مفيش الكلام ده لا ما اعترضتش عليهم يعني، بالظبط كده، ما اصل ينفعش نقف عند الكلام ده خلاص، احنا لا لا هو في اصل المراحل دي دي من حياتنا يعني الدنيا اختلفت يعني، ايوه نظام اكيد بنت وتسافر خلاص بقى، يبقى بلاش تبقى رياضية، بلاش يبقى عندها طموحات، بلاش تدرس، بلاش تتحرك خالص. انا كل الحاجات دي لما ابتديت امارسها الرياضه فكرت فيها. يعني هي بتعمل معسكرات قبل الرياضه، بتروح ايوه معسكرات مع زمايلها البنات، وبتروح معسكرات مع المدربين، فكل الحاجات دي بيبقى لازم يعني كبعد اي ولي امر او اي اب عايز يمارس لبنته رياضه لازم يبقى عارف ان الحاجات دي هتحصل سواء دوليه او سواء محليه. يعني مثلا ممكن تكون هي تلعب محليه في عندهم ماتش، مثلا هي مثلا في ماتش في اسكندريه فبتسافر مع زمايلها، في ماتش في بورسعيد، فهي يعني البعد النظر في الابتداء ان طالما اخترت لها الرياضه فلازم اعرف ان في يوم من الايام حاجه زي كده هتحصل. يعني دايما لما بستضيف اب ولاده يعني حققوا انجازات بيفضل يتكلم عن مشاعر الفخر او ان هو معتز قوي بيهم سعيد، بس حضرتك يعني ما قلتهاش بطريقه مباشره، تتعامل عادي جدا من اول ما قابلت حضرتك بتتكلم عنهم ان كان يعني ده عادي، نقول هو مش بتعبر لهم خالص عن قد ايه لا انت. انا طبعا فخور بيهم جدا، ولما بقدم مهاب اول ما بقدمه ما بقدموش ان هو يعني طالب في كليه الهندسه، بقدم ان هو لاعب اولمبي. أيوة. لما بقدم منار لاي حد بقدم منار انها لعيبه دوليه، وانا معروف وسط زمايلي يعني بطل وابو ابو الابطال. الابطال، لا محدش بيقول الا وبطل، كده. وحضرتك بطل على فكرة، اه ده طبعا حقيقي يعني، مش عشان الاصابة مع انها اصابة عمل ويعني وحقك يتقال عليك بطل، لا بطل انك ما استسلمتش، بطل انك بتقدم لنا نموذج، بطل انك بتأكد لي ان هو ده نموذج الاسر المصرية اللي بتمثل الغالبية. احنا على فكرة كشعب الحمد لله متميزين، لان احنا زي ما كابتن اسلام وزي ما دايما بنقول ما عندناش امكانيات التانيين البلاد الاخرى، اللي احنا بنقارن نفسنا دايما وبنجلد نفسنا دايما بالمقارنة، ما عندناش الامكانيات دي، ورغم كده بنحقق حاجات، بنحقق الحمد لله انجازات يعني باقل الامكانيات. وعلى المستوى الشخصي الاب والام المصريين في عطائهم
يعني مش عارفه اقول ايه، انتوا حظكم حلو ان طبعا ان باباكو بجد حقيقي يعني. سعيده جدا بلقائكم واني اتعرفت عليكم، سعيده ايضا دائما بلقائكم مشاهدينا، والى اللقاء الاسبوع القادم حلقه جديده واسره جديده من بيت العيله. شكرا والى اللقاء.